أنا طبعا مختلف في فرعيات وليس في كليات. الفرعية الأولى وهي أنه زي ما حدث في كأس العالم سنة 82 أو في المباريات 82، أنه فيه فريق من فرق الأوروبية انهزم لفريق آخر حتى يفوز الفريق الذي انهزم له بمرتبة تجعل الجزائر بعيدة عن أن تدخل التصفيات. ده بعد معارك طويلة جدا من معارك العصبية. اللي أنا شايفه أنه إحنا في مصر الوقت نكاد ندخل في هذه المعركة اللي هي معركة الانهزام من أجل أن ينتصر طرف نحب له أن يوجد على حساب طرف آخر. ويبدو أن المشكلة دي هي المشكلة الكبيرة اللي هتواجه الإخوان في اللحظات القليلة القادمة، وأنه ما بدأ يبث عبر وسائل كثيرة من أن النظام القائم أو الحكومة القائمة اختارت مرشحا بعينه من الفلول، وأن الإخوان الآن هدأوا الدعاية لمرشحهم من أجل أن يفوز هذا المرشح في مقابل صفقة جديدة. هدأوا إزاي؟ هدأوا يعني تلاقي الدعاية بتاعت الإخوان الـ 24 ساعة الأخيرة. لا ازاي ده كل شوارع مصر لكن الدعاية أقل مما كان التصاعد قد وصل إليه. يعني حدث شيء جديد، وهو أنه حدث دي أراجيف وأقاويل، يعني أنا ليس عندي دليل عليها، لكن فيما يبدو أنه فعلا أنه إذا كان مرسي كان جهد بتاعه في من 48 ساعة بنسبة 100%، فهو من 24 ساعة بنسبة 70%، ومن 5 ساعات بنسبة 50%، وده يدل أن فيه أو يدي إيحاء أن ممكن يكون فيه صفقة جديدة، شيء مقابل شيء، الرئاسة مقابل الحكومة. أنا بقول صفقة بين مين ومين بس يا دكتور؟ بين النظام القائم وبين الإخوان. أنا شايف إن النظام القائم اللي هو يعني المجلس العسكري والحكومة القائمة والحكومة القائمة. أنا شايف إن ده لو تم هيبقى إجهاض كبير للتجربة الديمقراطية في مصر. هيبقى لا اللي فاز بإرادته، ولا فاز برغبة الشعب، ولا اللي انهزم بإرادته، ولا انهزم بإرادة الشعب. يعني ان احنا هنحول المعركة من معركة ينبغي ان يكون التنافس فيها الى اقصى درجة من التنافس، الى مرحلة فيها جزء من الانهزام من اجل مكسب في صعيد اخر. ده يخليني اقول او اطالب الاخوان بانه لابد تظهر الصورة كما لو ان السيد خيرت الشاطر او المهندس خيرت الشاطر هو المرشح. يعني الحماس الذي بدأت به الحملة ايام خيرت الشاطر هو كان مرشح يفوق الحماس اللي حدث مع الدكتور مرسي. فأنا بطلب من الإخوان أو بتخيل أنه الموقف السياسي يتطلب من الإخوان أنه الحماس بتاعهم يصل إلى أقصى درجاته. مهما أخذ على هذا الحماس ومهما أخذ على هذا السلوك من نقاط أثرها أستاذنا الدكتور مأمون أو أثرها أخونا الدكتور أستاذ محمد، فإنه دي معركة في النهاية، معركة زي ما قلنا بالأمس إنه في المعركة بيستخدم الطائرات، بيستخدم الدبابات، بيستخدم المشاة، بيستخدم أسلحته كلها. إذا استطاع الإخوان إن هم يقنعوا الشارع، فإذا نحن أمام توجه جديد بيخلي الشارع هو اللي مطلوب منه يتوائم مع الإخوان، مش الإخوان هم اللي يتوائموا مع الشارع. يعني حتى هذه اللحظة الإخوان بيتوائموا من الشارع، حتى السكر والزيت والخدمات والمستوصفات والحاجات دي ده توائم من الإخوان مع الشارع. لكن إذا فاز الإخوان بالرئاسة بالإضافة إلى فوزهم بالبرلمان بمجلسي وإلى فوزهم بكذا وكذا، فإنه على الشارع أن يتواءم مع الإخوان. فإذا كان جزء على من الشارع أن يتواءم مع الإخوان، لأنه خلاص بقى فيه مرحلة من مراحل تطور التاريخ، إن بقى فيه حاكم جديد والحاكم الجديد يتملك كل الأوراق في إيديه، وإنه الشارع لازم يتواءم معه. بس يا دكتور كيفيه التوائم يعني هنا عليه علامات استفهام، يسمع كلام في نقاط بقى أساسية. مش الحاكم هو اللي يتوائم مع الشعب ولا الشعب خلاص هو بقى مع هو ما هي ما هو افراز للشعب يا دكتور. الدكتور محمد بجواد هو في النهايه اختيار الشعب، فعلى الشعب ان الشعب او من لم يرشحه عليه ان يتوائم مع الوضع الجديد. محمد يعني اذا كانت المرجعيه هي الثوره، إذا كانت المرجعية الثورة، وظني أن كل الشعب المصري عارف أنها قام بثورة. إذا كان أبرز يا واحدة يا أستاذة، إذا كان أبرز المرشحين من النظام السابق بينفي فكرة الثورة، بيقول للأسف الثورة يعني عايزين بس بعيدا عن هذا يا دكتور. لا الجملة دي خارج السياق. خارج السياق. خارج السياق. بعيدا عن هذا مهم جدا. حاجة خارج السياق. الحرية. يعني الحرية هو الناس ما عملوش شغلهم اللي كان مفروض يعملوه، فللأسف
قامت الثوره قامت الثوره وما لحقوش يتهببوا ويعملوا اللي كان المفروض يعمل. يا دكتوره هل الحريه هي المطلب الاول بالنسبه لهذه الثوره وكرامه الانسان المصري؟ وعطفا على كلام الاستاذ ناصر اللي هو الاساس كرامه الانسان المصري هي الحديث عن الاقتصاد بالنسبه لكل المواطنين وليس عن العطايا والصدقات، ان كرامه المواطن انه مواطنا. واذا كانت احنا الان في 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 موضه الاحاديث الاسلاميه لا اعتقد ان القران نفسه بنص واضح الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف الذي اطعمهم من يعني المسؤوليه الاساسيه بالنسبه لرئيس الدوله القادم هو مساله الامن بشقه الغذائي وبشقه الامني بالتعريف الكبير لمساله الامن، الامن الانساني في اطار مرجعيه الثوره الذي يحس فيه الانسان المصري بكرامته ولا يهان ولا يعطى بطانيات هنا وسكر هنا وعطايا يعني يعني ساعات حتى في تعاليمنا الدينيه البسيطه حتى اعطاء هذه العطايا لا يكون في العلن يعني يعني بس انت بتتكلم على شعب عنده تحت حد الفقر فنحن بنتحدث اذا هؤلاء اذا هؤلاء الذين يدعون التدين يناقضون جوهر الدين في انه الواحد بيعلن ان انا بدي الراجل ده كيس سكر وبالتالي فيها اراقه لماء وجهه امام جيراني واهلي يعني في النهايه نحن امام حاله غريبه جدا من تحتاج ثوره على هذا الكلام ليه؟ لان هناك امتهان لشخصيه الانسان المصري من خلال الرشوه المفتوحه واراقه ماء وجهه واهانته علنا بدعوى انه ينتصر للدين. هذا يعني الدين جاء لتكريم الانسان واحنا في النهايه بس جاء لتكريم الانسان وليس لاذلاله.